صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة العبارة التالية: إن الأمة لا تتحد حتى يتحد فكرها؟ حتى تتحد عقيدتها، ما هو فكرها. الفكر كل عنده فكر، حتى الكفار عندهم فكر، لكن العقيدة، حتى تتحد عقيدتها على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، بهذا تتحد الأمة. نعم، انتهى. الله. والله